اليوم قررت اني اجيب افضل 5 مودات ما جربناها من قبل. شنو هي هاي المودات وشلون ما مجربينها من قبل؟ ما ادري مثلكم متحمس اريد اشوفهن. قبل لا نبدا حطوا لايك اشتركوا بالقناه خلينا نوصل 2000 مشترك ويلا يا حبيبي نبدا مع المودات. والمود الاول يا شباب واللي هو مود الترايدنت. شايفين يا شباب هاي الترايدنت العاديه اللي ماسكها بايدي، ترايدنت يعني عاديه، ولكن لا 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 يا شباب اليوم جايب لكم افضل 16 ترايدنت ممكن تجربها بحياتك. خلينا ناخذ الترايدنت الاولى والثانيه والثالثه على ما نخلي الخط هذا اللي عندنا يا شباب يمتلي. اوكي خلاص، فخلونا نجرب الترايدنت الثالثه ونشوف شنو راح يصير. اوكي ايضا ما صار شيء، نجرب الترايدنت الرابعه يا شباب. طبعا هن شوي شوي راح يبدا يقوون، حاليا ما جاي تشوفون اي تغيرات، ولكن شوفوا شنو راح يصير هسه. اوه شنو هاي شباب، يطلع مثل الضباب، شوفوا. واو اوكي خلينا نجرب الترايدنت الناريه. اوكي تعال يا القروي. او ماي جاد والله حرقته. نو واي شباب، شوفوا قسم بالله يطلع من عندها نار. خلينا نجرب على ايرون جولم. واو ابداع. اوكي خلينا نطقه بالتجميد نشوف شنو راح يصير. وات او ماي جاد شباب، ذبت علي تعويذه ما ادري ايش هي، وايضا سويت جليد. واو شنو هاي شباب. اوكي ثواني خلينا نجرب مره ثانيه. اي والله واو حرفيا يا شباب هاي راح اقيمها 10 من 10 الثلجيه لان جدا عجبتني. تمام خلينا نجرب هاي ترايدنت السوداء اعتقد الرماديه، فنجربها شنو راح يصير. فخلي نشوف هاي الترايدنت. تمام خلينا نجربها على هذا القرى ونشوف شنو راح يصير. واو شباب شنو شفتوا؟ شوفوا شلون تكسر، والله تكسر موارد بشكل مو طبيعي. واو بلاش راح يصير بالخروف. واو نو واي شباب قسم بالله افضل ترايدنت. لا 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 يا شباب هذا المود الاول، تخيل شنو المودات الثانيه. تمام مثل ما تشوفون جمعنا هاي الباقه الاخيره من الترايدنات، فخلينا نجربهم على الايرون جولم. اوكي شنو هاي النحاسيه، خلينا نشوف شنو راح يصير. اوه تمزحون شباب، شفتوا البرق، رأيتها مره ثانيه. واو قسم بالله واو. لا لا هاي الترايدنت هاي فظيعه. جرب الترايدنت اللي بعدها واضح انها شيطانيه. واو تي ان تي يا شباب، هاي ترايدنت التي ان تي والله نايت، جاي تشوفونها. لا لا يا شباب حرفيا هذا المود مال الترايدنات اقيمه مليار من 100. وهسه خلينا نجرب هاي ونشوف شنو راح يصير. اوكي يا شباب طبعا اعتقد انه لازم كل ترايدنت لها شغله خاصه بها، يعني مثلا هاي شغلتها التكسير مو شغلتها الضرب مثل ما تشوفون. فوصلنا للترايدنت الذهبيه. اوح يا شباب الايرون جولم راح يتكسر، والله مسكين هاي اخر ضربه له، فخلينا نشوف شنو راح يصير. اوكي والله مسكين يا شباب ما صار شيء، اعتقد انه هاي ايضا للتكسير. خلي خضره نشوف شنو راح تسوي. نو واي يا شباب بها خاصية الاندرمان، شوفوا شلون اتنقل، شوفوا شلون اتنقل شباب. لا لا تشاقون قسم بالله. لا لا يا شباب والله اسطورية. اوكي وصلنا للترايدنت الاخيرة يا شباب، انا متأكد انه الترايدنت الاخيرة راح يكون بها شيء جدا اسطوري. اوف والله ايضا تكسر الحجر، بس يا شباب هذه اقوى بمليون مرة، اقوى بمليون مرة هاي. اوكي ذاك تشيس خلينا نشوف شنو موجود بيه. والمود الثاني يا شباب اللي هو مود جرابلينج هولك يا شباب، اي مثل ما سمعتوا جرابلينج هوك. والله يا شباب ما جاي اعرف الف ذا صحيح، واللي هو يا شباب انك تتنقل عن طريق هذا الجرابلر، او يلا يا شباب خلينا نسميه الجلابلر، المهم تتنقل منه من فوق الجبال. عندنا هذا الجلابلر الاول. اوكي خلينا نشوف شنو راح يصير من نضغط عليه. اوه يا شباب مثل ما شفتوا يسوي لكم مثل الناقل يا شباب، تتنقلون بين الجبال. ثواني خلينا نلقانا على سبيل المثال، على سبيل المثال اكو هنا حفره، والله حتى مو على سبيل المثال، من صدق اكو حفره. شو تسوون؟ تحطون هذا الجلابلر بهالطريقه، ومثل ما تشوفون وصلنا بسلام، والله يعني اوه يبقى هنا، والله شغله يعني جدا رهيبه. فخلي نجرب الجلابلرات الثانيه، شنو هذا؟ والله ما ادري. اوكي وات اعتقد انه بالسرفايفل اقدر اني اتسلق فيه. اوكي خلينا نشوف شنو هذا نقدر نسوي بيه. ثواني نجربه مرة ثانية. يعطيني خاصية جامب بوست، شنو هاي يا شباب الخاصية؟ الجامب بوست. الجلابلر البنفسجي اعتقد انه هذا مثل الاندرمان. اوه يا شباب والله صدق، يطلع مثل عيون الاندرمان، شوفوا شباب. واو اوكي وصلنا لاخر جلابلر اللي هو الجلابلر الاخضر، خلينا نشوف شنو راح يصير.
شو يصير يعني راح يسحبك للجبل؟ والمود الثالث مثل ما تشوفون القفزة جدا اسطورية. والمود الثالث اللي هو مود الايتمات. عندك هذا الكريبر، السلايم، البلايز يا شباب، والاندرمان، والخروف. طبعا عندنا اكثر من هاي الايتمات يا شباب، هسه راح اجربهن. فاول واحد خلينا نجرب ايتم الكريبر. اوه ماي جاد يا شباب، اذا بتي ان تي الايتم، اذا بتي ان تي اوه ماي جاد والله اسطوري. نشوف هذا الايتم شو يسوي. هذا الايتم يعطيني الجامب بوت. شوف هذا الايت نو واي شباب، بدون مزح شنو هذا المود. واو اوه هو. جاي تشوفون شباب، يذب اللي هو الكرات حق البلايز، الكرات الناريه. اعتقد انه لازم اجربه على الموبات شباب. خلينا نشوف الاندرمان شنو يسوي. نو واي شباب، اقدر اتنقل. ما جاي تشوفون الاندرمان اتحكم بالقوه مالته. خلينا نشوف شنو هذا، والله ما ادري. شباب اعطاني شبك، اعتقد انه هذا اعتقد عنكبوت يا شباب. نشوف الخروف شنو يسوي. اعتقد انه الخروف يب اعطاني قطن يا شباب، اعطاني اللي هو القطن. المود الرابع حرفيا مود راح يعجبكم ومتاكد انكم راح تنزلونه، اللي هو مود الدروع. اي يا شباب، طبعا الدرع العادي، ولكن اذا تحط معاه ايميرالد مثل ما تشوفون راح يصير درع الايميرالد. اذا تخلي معاه ايرون راح يصير درع الايرون. اذا تخلي معاه نذرايت يا ويلي راح يصير معاه درع النذرايت. والله درع النذرايت رهيب شباب. وعدكم هذا الدرع الذهبي يا والله العظيم يا شباب جدا اسطوري. ودرع الدايموند مثل ما تشوفونهن. طبعا هذا الدرع العادي يا شباب مثل ما تشوفونه واضح عنه ضعيف ضعيف. شوف الفرق بين الدروع، شوف الفرق بين الدروع، وشوف هذا الدرع والله تمام شباب. طبعا اذا تريدون تصنعونهن من الكرافتن تيبل نفس ما قلت لكم، تخلون الدرع وتخلون داير ما يدوره الموارد يلي عندكم. مثل ما تشوفون صار عندنا هذا الدرع الايميرالد، وهذا درع الجولد مثل ما تشوفون. نايس نايس. هذا هو درع الدايموند. فمثل ما تشوفون هذني هن من الواجهة الامامية. واو يا شباب والله من الواجهة الامامية ابداع. شوفوا درع النذرايت ايش كبره شباب، والله كبير كبير. شوف الفرق، شوف الفرق يا شباب. والمود الخامس والاخير معانا بالحلقة اللي هو مثل ما جاي تشوفون هذا. شوف الاسلحة الفضائية يلي عندي يا شباب، حرفيا هذا المود راح يعجبكم متاكد من عنده. فخلينا نجرب هاي الاسلحه قدامكم. طبعا حرفيا ما مجربني يا شباب، دائما احب اني استكشف معاكم. نشوف شنو هذا الثاني. اوه تمزح، لا تقول لي بوابه الزمن شباب. خلي ادخل منها. ايوه طلعت من شباب قسم بالله ابداع حق بوابه الزمن. ثواني ثواني خلي اجربه. مثلا افتح بوابه هنا واطلع مثلا هنا. تمام شباب، خلينا نشوف شنو راح يصير. والله ضبطت، والله ضبطت شباب. واو قسم بالله اسطوري. اوكي خلينا نطلع من هاي الشجره واحنا يعني نطب هنا. اوكي اي والله يا شباب طلعنا منها. نشوف السلاح يلي بعده شنو هذا. اوه لا لا يا شباب، هذا الثقب الاسود لا احد يستخدمه. اوكي الحمد لله طلعت من عده. فخلينا نجرب شنو هذا. اوكي هذا اعتقد نفسه. لا والله يا شباب هاي الالوان تختلف. اوكي بس نفس وات نفس الشيء شباب. اوكي خلينا نشوف هذا. اعتقد انه هذا الثقب الاسود، الثقب الاسود. اوكي يا شباب بقت عندنا بس هذن الثلاث اسلحه. لا الثقب الاسود والله بالغلط استخدمته هاي المره الثالثه. المهم بقت بس هذن الاسلحه. نشوف هذا السلاح شنو. اوه شو هاي شباب، خلينا نسوي وحده ثانيه. اوكي ايش راح يصير اذا ندخل؟ جاهزين شباب؟ اوكي. اوه يا شباب ايضا بوابة انتقال مثل ما جاي تشوفون. اوكي طب من هنا تطلع من هنا. فبقى هذا السلاح الاخير معانا بالحلقة. وايضا بس لا يطلع ثقب اسود شباب، والله ما اتحمل وراح اسد الفيديو حرفيا. نشوف. اوكي الحمد لله مو ثقب اسود. اها شباب المود عبارة عن تنقلات، عن اسلحة تنقلية. والصراحة يا شباب اعتقد انه قبل شوي شفنا سلاح انه يرمي حقيقي. فاوكي يا شباب وصلنا نهاية الفيديو. لا تنسى اللايك وتشترك بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد. ومثل ما قلت لكم ما باقي شيء على 2000 مشترك. والله شكرا يا شباب، وبس مع السلامة. و...